مساكم الله بالخير مشاهدينا، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج سلام يا كويت عبر شاشة قناة الكوت الفضائية. حبينا من خلال حلقتنا الليلة في الفقرة الأولى نتكلم عن جهود ودور رجال الداخلية، رجال الأمن في حفظ الأمن في الكويت، في حفظ الأمن بالكويت، خصوصا هذا الدور اللي يقوم فيه رجال الداخلية من حفظ أمن. وإذا نتكلم على جميع الإدارات اللي بالداخلية، مرور، نجدة، أمن عام، حتى خفر السواحل، كل الإدارات اللي موجودة اليوم في وزارة الداخلية قاعد تؤدي دور كبير لحماية الأمن في الكويت. من خلال هذه الفقرة حبينا نستضيف الوكيل المساعد للأمن العام بالإنابة في وزارة الداخلية اللواء طارق حماد أبو طلال. مساك الله بالخير. مساك النور. بداية أبو طلال، رحب فيك في برنامج سلام يا كويت عبر شاشة قناة الكوت، ونتشرف فيك في هذه الحلقة. بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا أيضا أشكر قناة الكوت لاستضافتي للتحدث للسادة المشاهدين والمشاهدات، وأشكر برنامج سلام يا كويت، وأنقل تحيات وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام. نعم، خلينا نتكلم بداية عن تقييمك أبو طلال لعمل مديريات الأمن بالكويت، وأنت وكيل مساعد للأمن العام بالإنابة، وأكيد المديريات يعني تحت سلطتك في هذه الإدارة. شلون تقيم مديريات الأمن في الكويت؟ أبو بندر، طبعا وزارة الداخلية بجميع قطاعاتها، ونحن نتكلم عن قطاع الأمن العام، لها موكلة منوطة لها لحفظ الأمن والنظام لدولة الكويت وجميع المحافظات الموجودة بدولة الكويت. نعم. طبعا هاي ممثلة بجميع القيادات الموجودة في المديريات الأمن الست، وطبعا واجبها كبير، الهيمنة الأمنية الموجودة، حفظ الأمن والنظام، تسيير الدوريات لاستتباب الأمن الداخلي داخل الكويت. أيضا ناهيك عن المخافر الموجودة بالقيادات وقيامها بواجبها، تلقي البلاغات، سرعة البلاغات، سواء كانت البلاغات والشكاوى اللي ترد من السادة المواطنين والمقيمين، وتحويلهم إلى جهات الاختصاص سواء كانت في الجنحة إلى إدارة التحقيقات. نعم. وأيضا في الجنايات إلى النيابة العامة. فطريقة الرضاء التام والأداء اللي قدمه رجال الأمن الموجودين على سواء في قطاع الأمن العام وجميع القطاعات الموجودة بوزارة الداخلية، قاعدين وهم العين الساهرة بالفعل ويؤدون أعمالهم، ورضاء طبعا هذا متروك للسادة المواطنين المقيمين، لكن ولله الحمد قاعدين يؤدون واجبهم على أكمل وجه، سواء الدوريات اللي نشوفها تجوب جميع المناطق الموجودة في المحافظات الست، وأيضا دور رجل الأمن في استتباب الأمن والحفاظ على المواطنين وممتلكات المواطنين ويؤدونها على أكمل وجه. فلذلك أنا صراحة أشيد برجال الأمن، وأن لو كانت إن شاتي مجروحة لكن هن رجال الأمن قد يؤدون واجبهم، والله يكون وياهم ويعطيهم الصحة والعافية، لأنهم العين الساهرة لهذه الوطن. أبو طلال، يمكن كثير من الناس يصير عندهم خلط مرات، يعني يمكن ما يميز بين المرور، بين النجدة، بين الأمن العام، كثير القطاعات الموجودة بالداخلية، لكن إذا دبي المواطن المقيم اليوم يعرف بالضبط ما هي المهام المطلوبة أو المنوط فيها رجال الأمن العام، شو المهام الأساسية لرجال الأمن العام؟ طبعاً مثل ما تفضلت في السابق أن رجال الأمن منوط لهم حفظ الأمن والنظام والمحافظة على الممتلكات الموجودة، وأيضاً السهر وتقديم العون التعزيزي الإنساني للمواطنين، والسهر على راحة المواطنين سواء كانوا في جميع المناطق السكنية بالكويت من حدودنا الشمالية إلى حدودنا الجنوبية الموجودة له. نعم. طبعاً إحنا عارفين المواطنين الآن المرور لا شغلتها تختص بالمرور، النجدة أيضاً لهم الخطوط ولهم أيضاً أشياء منوطة فيهم أو واجبات منوطة فيهم، المباحث لهم أشياء منوطة فيهم، أيضاً رجال الأمن لهم خاصة الأمن العام لهم أشياء مميزة، يعني أيضاً الجمهور يتعايش مع رجال الأمن الموجود في قطاع الأمن العام، سواء بالشكاوي اللي نشوفها، بالمخافر الموجودة، البلاغات اللي يقدمونها، سواء عن خط الأمان اللي هو 112 أو الخطوط الساخنة الموجودة في مديريات الأمن. يعني الدوريات اللي قاعد نشوفها تجوب، الدوريات الرمادية مع الأبيض اللي تبين اللون المميز لدوريات الأمن العام سواء الموجودة
دوريات الإسناد في مديريات الأمن ككل ست، او الدوريات الموجودة بالمخافر الموجودة لنا، او في عندنا ايضا في الأمن العام المهام الخاصة للأمن العام. كل هالدوريات، كل هذا، كل الجهود وتضافر الجهود من اجل السهر على راحة المواطنين والمقيمين. نعم بطلال، يمكن كان في فكرة من قبل وهي دوريات الفريج، هذه الفكرة موجودة إلى اليوم ولا تم تطويرها أو تغييرها؟ وبنظر بالحقيقة إحنا دورياتنا قاعدة تجوب جميع المناطق. نعم. يعني دورياتنا لو نتكلم على كل قطاع، طبعا أنت عارف أن قطاع الأمن العام في ست مديريات. نعم. على سبيل المثال مديرية أمن الجهرة، مديرية أمن الفروعية، مديرية أمن حولي، مديرية أمن الأحمدي، مديرية أمن مبارك الكبير. هذه كل مديرية لها تسيير آليات خاصة تجوب مناطقها وشوارعها لفرض الأمن واستقرار الأمن وفرض السيطرة الأمنية الموجودة في المناطق وتقديم العون. يعني لو إحنا نشوف بعض الأحيان بالشوارع الرئيسية أيضا نشوف بعض السيارات تعطل السيارات، تلقى دورية من دوريات الأمن العام تقوم تقدم العون للمواطنين والمقيمين على السواء. حتى لو تسحبها تبطل الشارع. تسحبها تقدم لها ساعات يكون نفذ منها البترول. صح. يعني الوقود السيارة تقدم لها العون توصله. ناهيك عن البلاغات الموجودة بالمخافر عندنا. أيضا عندنا نتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة. نعم. يعني الأمن العام ما يتسكر 24 ساعة إحنا نتلقى البلاغات الموجودة في مخافرنا. سواء المواطنين أو المقيمين اللي تقدمون ببلاغات والشكاوي يحضرون حق المخافر، وعلى نوعية الشكاوي اللي تحصل بينهم سواء إن كانت جنحة فمثل ما تفضلت تحال إلى الإدارة العامة للتحقيقات أو الإدارة المختصة فيها، لأن كل إدارة تحقيقات سواء تحقيق العاصمة، إدارة تحقيق العاصمة، إدارة تحقيق حولي، جميع الإدارات موجودين فيها المحققين يباشرون العملية التحقيق أو النيابة حسب الاختصاص المكاني. تم تحديث بطلال المخافر، والمخافر طبعا كلها تابعة حق الأمن العام. نعم. تم تحديثها بالسنوات الأخيرة يعني تحديثات متطورة من ناحية البصمة، من ناحية الكاميرات. يريت إذا هم بعد تشرح لنا هذه وشنو ممكن الجديد اليوم اللي يقدم في المخافر، خصوصا أننا قاعد نشوف حتى أشكال نموذجية اليوم للمخافر. طبعا وزارة الداخلية حريصة كل الحرص، وهي ما جاءت من فراغ، إنما هي تعليمات سيدي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الشيخ محمد الخالد، وأيضا وكيل وزارة سعادة وكيل وزارة الفريق سليمان الفهد الفهد، اللي يحرصون دائما وتقديم العون وتقديم أيضا الإرشادات للمسؤولين، وأيضا يحرصون كل الحرص أن طلعنا الآن نلقى الصرح الأمني الموجود بالمخافر على شكل متطور. يعني الآن المخافر في السابق غير المخافر الموجودة الآن. المخافر الموجودة الآن صرح حضاري، يدخل المواطن أو المقيم إلى المخفر وفي هناك استراحة خاصة سواء حق الرجال أو النساء، ينتظر الدور لإبلاغ عن شكوته، يعني ويوصل بكل يسر حق اللي يبيه سواء لتقديم قضيته الموجودة له. اليوم نشوف تطور حضاري، الاستقبال الريسبشن الموجود اللي عندنا، أيضا فن التعامل، ايضا الثقافه الان اللي حصلت لرجال الامن، الدورات اللي انخرطوا فيها وحصلوا عليها، تلقى رجل الامن الان منطقي يتكلم مع المواطنين، البسمه موجوده، روح الاستقبال كلها موجوده. هذا التثقيف دام تطرقت له، يعني لو طارق تثقيف الشرطه، يمكن كثير من الناس من قبل كانوا مو شكوى كثر ما تكون انه يعني ودنا ان الشرطه يكون تعاملهم معانا مو تعامل العسكري مثلا في الشارع او بالمخفر، انه يكون رجل الامن يعني مثل ما قلت ابتسامته تكون موجوده، طريقه وفن التعامل مع الناس. نعم. ممكن حل المشاكل حتى من غير ما تكون في قضايا. صحيح. الوديه، هذه الامور هل في دورات مخصصه لهم؟ هل في مكان معين قاعد ياخذون فيه دورات؟ بلا شك احنا قطاع الامن العام عندنا مركز تخصصي اجتماعي بالنسبه حق دورات تثقيفية. حلو. للسادة القادة والضباط أيضا على مستوياتهم، ناهيك عن الدورات اللي تلقونها في الخارج. نعم. ستحصل دورات عشان الثقافة ويطلعون على العلوم الأمنية الموجودة في الدول الأخرى. نعم. وأيضا يستفادون منها، وإحنا وايد استفدنا منها، أشياء شفناها بالخارج تطبقت هنا في الكويت. نعم. وحصلنا عليها، وهي أشياء ثقافية.
أما بالنسبة حق رجل الأمن الآن أصبح رجل الأمن، وأصبح من قبل يعني أنه رجل مثقف، نعطيه فن التعامل مع الجمهور. أصبح الآن مخاطبة الجمهور بحيث أن المخاطبة تكون تسهل، لأن تدري الإنسان لما يكون يبي مخفر يكون في حالة نفسيا حالته متضايق، حتى لو متضايق. يعني شاكي هم بعد متضايق. نعم. ولا ننسى أبو بندر هناك كبار السن. نعم. يعني الشخص اللي يكون كبير السن سواء نعم. من النساء الضغط. نعم. سكر، فلا بد إن هناك مثل ما يقول نلاقي ملاقات شوية تخفف من أعبائه. وفعلا يعني الله الحمد أنا أشيد برجال الأمن الموجودة عندنا، خصوصا بقطاع الأمن العام، وأيضا الدورات اللي تخرجت منها الضباط من أكاديمية السعد العبد الله للعلوم الأمنية. نعم. خرج ضباط على مستوى على صرح ودورات تخصصية، ولله الحمد يعني أنا أتركها للسادة المشاهدين والمشاهدات والمواطنين والمقيمين، هم اللي لكن أنا أتكلم من حيث أني كوكيل مساعد لشؤون الأمن العام للأنابة أعبر عن جهدهم اللي قاعد يسوونه، وأعبر عن عملهم وإخلاصهم وتفانيهم وتقديم كل العون والمساعدة للجمهور. نعم أبو طالب، طبعا بما أنك أيضا يعني عندك مهمة أخرى وهي مدير أمن محافظة العاصمة، معنا اتصال معنا على الخط الآن الفريق متقاعد ثابت المهنة أبو محمد محافظ العاصمة. مساك الله بالخير أبو محمد. حياك الله، أهلا بك. سعادة الفريق، بداية إذا نتكلم عن محافظة العاصمة، التطورات اللي صارت في العاصمة، وإحنا مثل ما نقول دائما يعني عاصمة الكويت عزيزة على قلوبنا، نتمنى دائما نشوفها في أفضل صورة. شلون نشوف بداية العاصمة أبو محمد اليوم؟ أولا مساكم الله بالخير، وأشكركم على هذا الاتصال. وعاصمة العاصمة هي مكان الحكم والحكومة، وهي الأساس مع احترامي إلى باقي المحافظات، ولكن لها اعتبار خاص يعني في نفوس الناس، كون أنها هي بدأت الكويت من العاصمة. نعم. وفيها المواقع الهامة من مجلس الأمة، مجلس الوزراء، موقع الحكم، قصر السيف، وغيرها من المواقع اللي يعني يجب أن تكون مثل ما قال طارق، وأنا الحقيقة أشيد على التصرف على كلام اللي قاله. نعم. أن أنا في رأيي بأن البيئة الأمنية إذا صارت وموجودة في أي بلد تكون التنمية هي دافع لتحقق مبتغاها. فالعاصمة أعتقد بأنها هي يعني الجميع متأكد بأنها هي أساس، يعني يجب أن تكون أساس الاستقرار. وطارق وجماعته من الناس المتفانين في أعمالهم، أعمال طيبة خلال الفترة اللي أنا صرت فيها محافظ، ولاحظت رجاله اللي يتفانون في أعمالهم، وأشكره من خلال الفضائية الكوت على أعماله الطيبة، الله يوفقه إن شاء الله. سعادة الفريق، إذا نتكلم عن المشاريع، يمكن اليوم أكيد عندكم مشاريع، وأنا يمكن قريت خبر أن الأحد القادم عندك لقاء مع أحد الوزراء، شنو المشاريع المستقبلية اليوم اللي قاعد تجهزونها لمحافظة العاصمة؟ الحقيقة المادة الرابعة من اختصاصات المحافظين، يتولى المحافظ بصفة مؤثر للسلطة التنفيذية بالمحافظة مسؤولة الإشراف على تنفيذ السياسة العامة. نعم. للدولة، متابعة مشروعات خطط التنمية، ولا في سبيل مباشرة اختصاصه وشرح السياسة العامة، أن يطلب من قبل الجهات المختصة والأمن العام مجلس الوزراء أي قانون أي مشروع يقر أو يساهم فيه. من خلال هذا الأمر لقيت كل تعاون واهتمام من الأخ المهندس عبد العزيز إبراهيم وزير الكهرباء ووزير الأشغال. نعم. والحقيقة يعني مبادرة منه راح يجي إلى محافظة العاصمة هو ووكلاء الوزارة، ودعوت الحقيقة بعض النواب اللي يمثلون محافظة العاصمة أو المواقع أو المشاريع اللي راح يتحدث عنها.
وكذلك أعضاء المجلس البلدي. وإحنا يعني هو سعادة الوزير راح يشرح المشاريع اللي تمت والمشاريع اللي راح تتم، خاصة طريق جمال عبد الناصر وطريق الجهرة والطرق الكثيرة اللي يعني قاعدين يشوفوها في محافظة العاصمة. أنا أشكره من خلال رؤيتكم، وإحنا يوم الأحد إن شاء الله راح يكون عندنا لقاء موسع، ونأمل أن إحنا نستمع من معالي الوزير تفاصيل كثيرة، ومتى راح تنتهي هذه المشاريع اللي تهم أساد المواطنين. نعم محمد، جهودكم كبيرة أمانة، يعني نشد على يدينكم، ونتمنى نشوف دائما يعني عاصمتنا الجميلة، وأيضا حتى لو كان في بعض المشاكل بالعاصمة تبقى العاصمة عزيزة علينا وحلوة بعيوننا أيا كانت. إذا في كلمة أخيرة حابة تقولها، وخصوصا يمكن وايد من الناس يسألونا دائما عن مستانسين الناس من تجميل سوق المباركية بهذا الشكل الجميل والتطوير اللي صار بسوق المباركية، لكن ممكن شوية موضوع المصافط الناس تشكي منه، هل في حل إن شاء الله سريع لهالموضوع الفترة القادمة؟ شوف المباركية طبعا لا شك بأن يجب علي أني أنا في هذه المناسبة أني أشكر الشيخ أنفال الأحمد اللي هي بدأت في يعني فكرة أن سوق المباركية أن يكون سوق مثالي ومكان يقصدونه خاصة للأجانب. وإحنا مستمرين بالسابق، يعني مستمرين على النهج اللي سوته، وهي رئيسة المركز التطوعي والتعاون معها. وأنا الحقيقة راح أتكلم الحين على موضوع مهم وهو الطارق الحيدي عن الأعمال الطيبة هذه الأيام. أنا لاحظت بأن سوق المباركية والسوق والأسواق القريبة منها كثير من المتسولات اللي يلبسون لبس يعني حريم الكويت، يلبسون برقع او غيره وكذا، وتوحي وجودهم بهذا الشكل بان الكويتيات قاعدين يتسولون. وبالتالي قلت تعال يا طارق، يعني لابد نحن نعالج هذا الموضوع. وبالفعل ضبطنا لحد الان 21 حاله، وهم ارسلوهم الى الاتحاد والمباحث الجنائية. السوق المباركية واللي تحدث عنه والأسواق القديمة هي مكان للأجانب اللي يجون يشوفون هذا المكان، يعني الكويت القديمة على الأقل وأسواقها القديمة وغير كذا، لكن يتفاجئون في وجود أعداد من المتسولات والمتسولين كذلك. منظرهم مخرب المكان بالمرة، كبير لأن كثير من الناس يقولون يدشون على المستشفيات وغرف المرضى خاصة الأميري وغيرها من والصباح وغيرها من المواقع. وأنا الحين باتصالي مع مدراء المستشفيات الحد وضرورة أن يشتغلون العلاقات العامة في هذه المستشفيات والمستوصفات و الأسواق. طبعا الأسواق هي مفتوحة، ولكن في أماكن مسؤول عنها ناس معينين المفترض بأنهم يقومون بدور يعني يحدون من تواجد هذه الحالات. أنا الحقيقة يعني في مشاريع كثيرة، مشاريع التنمية اللي احنا قاعد نشتغل عليها، والبيئة يهمني جدا البيئة، يعني الروائح الكريهة اللي تطلع من أماكن معينة نتيجة تصرفات بعض المقاولين على سبيل المثال وغيرها. احنا في لقائنا مع وزير الاشغال ان شاء الله راح نبحثها. والان هو نهايه الامر اقول بان يعني اي بلد في بيئه امنيه سليمه ومستقره هي موقع لتقدم الحاله الماليه والاقتصاديه في البلد. واقول بان اللواء طارق وربعه المخلصين يعني هم سبب لأن تكون الكويت مثالية في موضوع الأمن والهدوء والاستقرار. إن شاء الله في المستقبل راح تشوفون محافظة العاصمة محافظة مميزة في نظافتها، ومميزة في أن يكون أهلها يستانسون من تواجدهم في هذه الأسواق القديمة وفي الأماكن اللي اعتادوا أن يقضون أوقات
سعيده فيها. نعم. انا اشكركم على هذا اللقاء، وكملوا مع طارق وما قصر، يعني تكلم عن الناحيه الامنيه باستفاضه، والله يعطيه العافيه. الله يسلمك. عساك القوه، كل الشكر لك ايضا. احنا نشكرك على هذه المشاركه وهذا الوقت، الفريق متقاعد ثابت المهندب محمد محافظ العاصمة، كل شكر لك، ونمد ايدينا دائما لجهودكم، ونحاول من خلال الإعلام إبراز كل ما هو جميل في الكويت. الكويت فيها وايد أشياء جميلة، يعني لازم نسلط الضوء عليها، أمانة تستحق تسليط الضوء. عندنا تقرير، ومن بعد التقرير نرجع إن شاء الله لحوارنا مع اللواء طارق حماد. نشوف التقرير. لا تهاون مطلقا مع كل ما يمس أمن البلاد. مبدأ بنيت عليه استراتيجية وزارة الداخلية وإرادة رجال الأمن. حملات أمنية مفاجئة ومباغتة مكثفة ومستمرة تطال جميع المناطق. حملات أمنية تأتي في سياق استراتيجية وزارة الداخلية العامة للقضاء على جميع مظاهر الإخلال بالأمن واجتثاث بؤر الجريمة وتطهير البلاد من العمالة السائبة والمخالفة والمطلوبين للقضاء ولمنع الجريمة ونشر الأمن والأمان. مخالف صار من 2011. طيب حكم الدورية. ثمانين ستة واحد خمسين أربعة وأربعين خمسة اثنين. ثلاثة ستة سلام. حملات أمنية من شأنها تحقيق الاستقرار الأمني في البلاد لو تضافرت كل الجهود وتكاتفت كل الأيادي وأصبح كل مواطن خفير. طلال، قبل أن نعلق بس على التقرير، إذا عندك تعليق على اتصال. والله أنا أيضا الثناء اللي تفضل فيه معالي محافظ العاصمة الفريق ثابت محمد، لي جزيل الشكر أني أقول له المتابعة أيضا هو يحثنا ويتابع ويانا وجيد متابع. نعم. للجهود، وهذا يشكر له. نعم. يعني لما تحس كمحافظ معالي محافظ يتابع معاك الجهود الامنيه شيء عظيم. مباشر معاكم على طول. نعم. وهذا مو شيء قريب عليه. نعم. ومحمد ما هو شيء قريب عليه، يعني دائما رجل من رجالات الداخليه بعد يعني. نعم. نعم. في تنسيق ودائما يحب يطلع على بعض الاشياء الامنيه الموجوده عندنا، ويحب انه يشوف مثل ما احنا تكلمنا اللي هي العاصمه لؤلؤه الكويت انها تكون في مكانتها اللي تستحقها. نعم.
ومثل ما تفضلت تفضل معالي المحافظ عن بعض مشاريع التنمية اللي يشدوا لها، إن شاء الله تكون تتحقق ونشوف إن شاء الله العاصمة من ناحية أهم شيء من الناحية الأمنية. نعم. لأن لا أمن بدون أمان. نعم. فالأمن موجود إن شاء الله، وأيضا أنا تكلمت بتعليمات وأيضا توجيهات من سيدي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الشيخ محمد الخالد، وسعادة الفريق فهد الفهد، وسعادة وكيل الوزارة. نعم. الفريق فهد الفهد ما يخلون علينا بالتعليمات، ودائما يكونوا قلبا قالبا معانا، ويحبون يتابعون الجهود المثمرة والعين الساهرة الموجودة سواء كان في العاصمة أو المديريات الأخرى. وإحنا أكيد نشكر كل جهودكم يعني أبو طارق. إيش رأيك أول شيء بالتقرير؟ أنا أشكرك على تسهيل مهمتنا معاكم من خلال التقرير في هذه الحملة الأمنية اللي طلعناها معاكم، يعني لدرجة إنه يمكن في واحدة من الصور اللي ركزنا شوي عليها يعني حتى يلعبون قمار بالشارع لهالدرجة. يعني هذه الحملات اللي مستمرة دائما، شلون تشوف أول شيء تأثيرها؟ هل التأثير كان تأثير إيجابي؟ مع إني أنا شفت إيجابية، لكن بودي إن أنت تطرح هذا الكلام. إحنا وبندر بداية بالنسبة للحملات والنقاط التفتيش واللي شايفها على قدم وساق هالأيام موجودة في جميع مديريات الأمن. نعم. لما أتكلم على مديريات الأمن جميعها موجودة نقاط. طبعا احنا بين كل فتره وفتره يصير عندنا تقييم، هناك ناس مطلوبين للعداله، ناس مشبوهين، ناس مطلوبين حق العدل او للتنفيذ، مخالفين لقانون الاقامه. كل هذا العمل الامني ينصب من خلال التفتيش. هناك تفتيش نسويه عشوائي، وهي مشاركه بجميع قطاعات، ما نقول بس قطاعات الامن العام، جميع قطاعات موجوده ويانا، وهناك تنسيق مع قطاعات على سبيل المثال الاداره العامه للمرور، الاداره العامه للنجده، الاداره العامه للمباحث الجنائيه، كلنا تيم واحد مشترك. نعم. الهدف منه استقرار امن والسهر على راحه المواطن، تنسيق مشترك يعني موجود ايضا. واحنا دائما نقول الناشد الساده المواطنين اثناء التفاتيش. نعم. اللي احنا قاعدين نسويها انه يطولون بالهم ويعني الحملات قاعد نشوفها هالايام، يعني الحملات يطولون. نعم. بالهم. واحنا طبعا التعليمات الموجوده حق نقاط التفتيش، العوائل، كبار السن، تسهيل المهمه، هذا اشياء روتينيه دائما. نعم. يعني موجوده ابو طلال، هاي روتينيه نسويها بكل فتره وفتره وعلى حسب المواسم اللي يصير عندنا، لكن احنا نسويها كتقييم. حلو. كتقييم للامني، خصوصا مخالفين قانون الاقامه الموجودين. احنا طبعا من خلالها الضبطيات اللي قاعد نسويها بالتفتيش نضبط ناس بدون إقامات أو تكون إقامته غير شرعية بالكويت، انتهت من فترة تصل بعض الأحيان لخمس سنوات ست سنوات. نعم. والشخص ما عدل وضعه، وأيضا عدم حمل الإثباتات، يعني تيجي حق واحد أبدا كفيلة، لا معطيه بطاقة مدنية، لا جواز، لا مجرد ساعات إن كان كبوي معطيه، فهذا طبعا يكون مخالف. هم هذا الحظرة لنتذكر لعله يكون الشخص قد متقيب من كفيلة. نعم. فإحنا هالحملات جدا وايد فادتنا وطلعنا فيها بنتائج، وايضا خففت السرقات عندنا بالمنطقه. حتى يمكن هذه الحملات يعني انت من وقت لوقت تعطون نظره للناس ان الامن موجود، استقرار واستقرار الامن، هيبه الامن موجوده بالشارع. نعم. نعم. لكن ودي ناخذ منك تعليق اخير على موضوع المتسولين او المتسولات في محافظه العاصمه والحملات اللي صارت. نعم. قبل كم يوم 21. نعم. سيده اللي تم يعني القاء القبض. نعم. عليهم ابو بندر، هناك ظاهرة غير حضارية نشوفها خاصة تكثر في مواسم مثل عندك رمضان أو بالأعياد أو بمواسم أخرى، موجودين انتشار مثل ما تفضل معالي المحافظ وبين أن في فئات يلبسون لبس اللي تخيل لك أنه شكله كويتي ولكن هو الكويتي. كويتية. صح. الكويتيين بعضهم تقول تحسبهم أقنياء من التعفف، الكويتيين. نعم. هناك أيضا لا ننسى خير هالدولة، هناك مبرات. نعم. إسلامية، هناك بيت دور للزكاة موجودين. نعم. يساعدون الفقراء، لكن هل التسول غير حضاري؟ وهذا اليوم مبرمجين للتسول. احنا لما نتكلم عن الظاهرة الأخيرة وخاصة الموجودة عندنا، طبعا في جميع المديريات الأمن عندهم التعليمات وأعطيت لهم التعليمات. نعم. وأيضا هناك تنسيق بيننا وبين الإدارات الأخرى بوزارة الداخلية على سبيل المثال الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ومشكورين قاعدين يتجاوبون وياه، والى ايضا المباحث بالنسبه لمباحث الاجره الاقامه ايضا مشكورين ويانا متعاونين، وحملات قد تكون في تنسيق بيننا ونحول لهم. لكن الوضع اللي تكلم عنه معالي محافظ
العاصمة أن بالفعل عندنا بعض المتسولين تواجدوا عندنا في خاصة أسواق المباركية يستدرون عطف السادة المواطنين المقيمين على أساس احنا نعرف ان الشعب الكويتي حتى شعب تشويه طيب. الصوره يعني ابو طران مثل نعم. ما قال الفريق ثابت نعم. تشويه الصوره لان الشكل اللبس أكيد. والهيئه اكيد بلا شك مواطنه، فالاغلب الناس اللي قاعد يجون المباركه فعلا من الاجانب من الخليجيين ومن العرب ومن نعم. الناس اللي يزورون معالي المحافظ لما تكلم يقول الان من الاسواق هاي عباره عن التراث الكويت صح. ما يوصلون للسواح اللي يجون الاجانب لما يشوفون الظاهره هذه اظن تقزز الظاهره ردت فعل وردت فعل نعم. لذلك احنا تعليماتنا الموجودة من وزارة الداخلية أيضا فرضنا السيطرة الأمنية وضبطنا منهم وكنا لهم المرصاد هناك حملات ولا نقاط تفتيش موجودة عندنا بالمباركية أكشاك جعلناها وباصات موجودة آلية عسكرية خاصة للمتسولين. إحنا راح الظاهرة إن شاء الله نقول نقضي عليها تماما وبالفعل الاستجابة 21 متسول ما هي بسيطة ما هي بسيطة وهذولا مع احترامي حق يشوفون اللي سمعت الكويت نعم. واحنا ان ناشد الساده المواطنين نقول لهم ليش يشجعونهم او يستدرون عطفهم ونقول لهم ايضا احنا عندنا خط الامان موجود 112 او الخطوط الساخنه موجوده في مديريات الامن الست اي مشاهده بلغنا لا تبخل علينا احنا على مدار الساعه موجودين بلغ انا عن الكويتيين بطلال تفضل على مدى التاريخ معروفين بطيبتهم والكرم وطيبتهم وكرمهم نعم والله الحمد هي مو منا ولكن خير نعم. الكويت وصل الى جميع اصقاع العالم ايا نعم. كانت الدول الكويت كانت الاولى والمبادره والمساهمه صحيح. في مساعدتها صحيح. احنا يمكن الوقت اخذنا ابو طلال بسرعه للاسف وراح وقتنا وقت فقرتنا الاولى لكن اذا في كلمه اخيره حاب تقولها في نهايه هذه الفقره اولا اذا كان لي كلمه اقول للساده المواطنين والمقيمين والمشاهدين والمشاهدات احنا كوزاره الداخليه موجودين نناشدهم أي ملاحظات لا يبخلون علينا أي ملاحظات قريبة مشبوهة في أي مكان سواء كان للمتسولين غير المتسولين لا يبخلون علينا أن يتصلون يبادرون يتصلون فينا سواء على خط الأمان اللي هو 112 أو خطوطنا الموجودة في مديريات الأمن الست وإحنا موجودين ونقول أيضا أبو بندر الله يجعل ديرتنا هذه إن شاء الله الكويت واحة أمن وأمان بفضل قيادتنا الحكيمة وعلى رأسها سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين والله يحفظهم ويرعاهم إن شاء الله أمين إن شاء الله ويحفظ جميع أبناء شعبنا وجميع المقيمين على أرض الكويت الحبيبة. شكر كبير لكم لجهودكم في وزارة الداخلية اللواء طارق حماد أبو طارق أشكرك جدا على هذه الحلقة وهذا الوقت اللي أعطتنا إياه اليوم في برنامج السلام يا كويت ونتمنى بإذن الله نكون دائما على تواصل معاكم في الأيام القادمة ويكون يمكن نستضيفك بعد إن شاء الله في الفترة القادمة في حال استجد جديد من الحملات عندكم أيضا في محافظة العاصمة. أشكر جدا أبو طلال وأنا أيضا أبو بندر أخص الشكر للبرنامج سلام يا كويت وأشكر قناة الكويت لاستضافتي للتحدث للسادة المشاهدين والمشاهدات وشكرا على استضافتكم لي مشاهدينا انتهت فقرتنا الأولى عندنا الفقرة الثانية لكن بعد الفاصل خليكم معنا.